هفضل اقولها كتير قوي، لانه في بعض الدول ايضا بتتكلم وهي لا تعلم الموضوع، الا لو انت عايز امر تاني غير المساعدات. يعني لو حضرتك عايز امر تاني غير مساعدات قول لي، لكن طالما مساعدات، مساعدات داخله، حد منعها؟ هي موجوده. احنا من ناحيه مصر يا رب لو عايزين 1000 عربيه تدخل في اليوم، عندنا القدره ندخل 1000 عربيه في اليوم. ما هو كانوا بيدخلوا، وكان الاول بيدخل منين؟ عنده كذا، لكن هو معبر رفح هو المنفذ الرئيسي لقطاع غزه طول عمره. هل ده حصل عليه مشكله؟ لا. بعض الناس يقول لك الناس يعملوا، اعمل ايه؟ طب ما انت فاتحه اهو، انت فاتحه، لم نؤخر دخول شاحنه واحده. يعني الشاحنات اللي موجوده، وبالمناسبه الدول بتبعت مساعدات عبر مطار العريش الدولي، ما هي المسؤولين بتوعهم يبقوا موجودين، سفراء او مبعوثين من كل الدول اللي بتبعت، بيستلم الحاجه بتاعته ويروح مسلمها للهلال الاحمر المصري، والهلال الاحمر المصري يسلم للهلال الاحمر الفلسطيني، لان الشاحنات دي بتدخل جوه، بتعدي ميناء رفح البري جوه، وبعدين في قطاع غزه بتيجي شاحنات اخرى تستلم تستلم الدعم اللي موجود هنا، او الاعانات اللي موجوده هنا، او المساعدات اللي موجوده هنا، ياخدوهم على العربيات داخل قطاع غزه، العربيات دي بتدخل تسلم داخل الاراضي الفلسطينيه. تاتي عربيات اخرى من داخل الاراضي الفلسطينيه من غزه تستلم هذه المساعدات اللي موجوده بعد تنزيلها من على الشاحنات اللي قدام حضراتكم. ده اللي بيتم. طب هل تم الترتيب ان تدخل 1000 شاحنه في اليوم؟ يا ريت، يا ريت. احنا عندنا مشكله؟ ابدا. ده احنا عايزين ندخل اكتر من 20 ضعف، عايزين ندخل كل احتياجات قطاع غزه. احنا مصر يعني الدوله المصريه شغاله، وانا بقول لكم دلوقتي واحنا بنتكلم دلوقتي، رئيس الشباك الاسرائيلي موجود هنا في مصر، عنده لقاء مع المخابرات العامه. ليه؟ عشان الهدنه، وعشان الأسرة، وعشان المساعدات. دي مصر شغالين ده ليل ونهار، وانت عمال تكتب على تويتر، على اكس، اكتب افتحوا المعبر، معبر اهو تاني، ورهولك تاني، وانت بتشتغل دلوقتي اكتر من، يعني طول الوقت. احنا من اول يوم عايزين، مش 20 ولا 100، عايزين 1000 شاحنة من اول يوم. يعني مصر عايزه من اول يوم تدخل كل الشاحنات اللي كانت موجوده. ده سياده الرئيس النهارده كمان دعم اضافي ب 650 طن زياده. دول من الحكومه غير المساعدات اللي دخلت ال 7000 طن، احنا دخلنا 7000 طن مصر. جمعيات والتحالف الوطني وحياه كريمه وكل مؤسسات التحالف الوطني العام الاهلي والتنموي، ده 7000 طن. وادي النهارده كمان دفعه جديده من سياده الرئيس النهارده خصصها لاهالينا في غزه. مصر ما عمرها ما تأخرت ولا بتتأخر، ولكن تاني يفضلوا رغي، إعلام يعني سواء معادي أو مش معادي يقعد يقولك المعبر، وبعدين يروحوا يعملوا مظاهرات عند سفارتنا في لندن. هو أنت دي سفارة مصرية؟ والله مش سفارة الكيان الإسرائيلي، دي سفارة مصر اللي أنت ده أنت ما عرفت، ده أنت ما رحتش عند سفارة إسرائيل. يعني أنت في لندن المكان بتاعك الصح مظاهرتك قدام سفارة إسرائيل أو أمريكا، المفروض يعني، أو قدام الحكومة البريطانية